عمي أبا الفاضل، انتظر قليلاً. ما الأمر يا حبيبتي؟ عمي أبا الفضل، هل ستأتيننا بالماء؟ نعم يا حبيبتي، سوف آتيكم بالماء إن شاء الله. أوصيك يا عم، إذا شربت الماء فتذكر عطشي. ودعتك وريدة ترجع يم قضيتك، ورايتك مرفوعة بيدك محروسة بوجودك، من يوصل حدودك لو دمع زينب نشيدك. ما تنفع حياتي ملهوفة الممات.